طبعا من ضمن الأضرار اللي بيسببها التدخين للإنسان هي خاصة معظمها بالجهاز التنفسي، ومن ضمنها بعض الأمراض اللي هنذكرها دلوقتي زي مرض الدي المزمن في الشعب الهوائية، أو مرض السدة الرئوية المزمنة اللي هي بتسبب أعراض كثيرة للإنسان وممكن يؤدي إلى جلطات في القلب. ولذلك دايما دكتور القلب ينصح مرضى القلب إن هم يمتنعوا عن التدخين. برضو بالنسبة للمخ ممكن يؤثر على الجهاز العصبي وعلى المخ، ممكن يحصل جلطات في المخ. اولا انا كدوري كبرلمانية، دوري انا لفت نظر الحكومة ان عندي خطر داهم بيهدد شبابنا، ده للأسف ان في بنات كمان قعدوا بيشربوها. فانا أضحيت الحكومة علما بان هذا الموضوع في خطورة على شبابنا وعلى بناتنا وعلى رجالتنا بمعنى آخر. أنا قمت بدور التشريعي، الإعلام بقى يقوم بدور التوعية للشباب، ده دور الإعلام.